مساء الفل. أغنية سهران لعمرو دياب من الألبوم الجديد القديم بتاع السنة اللي فاتت والسنة دي أنا غير، اللي هينزل بإذن الله بإذن الله قبل ما يكون لي أحفاد، يعني بإذن الله. الأغنية حلوة، الأغنية نزلت في حفلة، كلماتها بتقول وأنا قاعد سهران في مكان مع ناس حلوة، دخلت واحدة عملت قلبان، قمنا وقلنا مين الحلوة. تقريبا في آخر الأغنية شقطها يعني، بس احنا ما نعرفش آخر الأغنية اللي هيحصل، بس الكلمات جريئة، ودي حاجة يعني تحسب لعمرو دياب ان هو بيشتغل في حاجات سلاح ذو حدين على فكرة. لأن الأغنية في ناس هتقولك دي حلوة جدا وعمرو بيغير من جلده، وفي ناس هتقولك هو عمرو ايه اللي بيقوله ده، فين أيام عمرو. على فكرة الناس اللي بتقول هو عمرو ايه اللي بيقوله ده والكلام ده كله، مع احترامي ليهم يعني، هم نفس الناس اللي بيقولوا ايه، يا لو عمرو يرجع لاغاني زمان، لما بيعمل حاجه كده من ايام زمان يقول لك ايه، هو عمرو ما بيجددش. فهو يعني طب عمرو هيعمل ايه يا جماعه، يعني انا لو مكانه هعمل بوست شتايم على السوشيال ميديا، يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني عايزين اغني لكم، يعني اعمل لكم تواشيح. ما في كل الاحوال بيتهاجم، بس وده انا بقول ده عشان اللي فاكر ان انا بهاجم عمرو، انا مش بهاجم عمرو لا سمح الله، انا واحد بسمع. لا بس الفكره كلها ان هو نقد وجهه نظري كواحد مثلا من الجيل مش الجديد قوي، بس الجيل العصر ده وده وده، وعايزه يبقى هو دايما بتاع الجديد دايما، زي مثلا ما عمل اغاني كلامها جريء، لا ما حدش عملها اخر 5 6 سنين، ما حدش قال الكلام ده، يتعلموا على يوم تلات، على حتى برج الحوت، على بوم حاجات بوم. بس اللي انا لاحظته في الالبوم الجديد بتاع انا غير، مش متحدد هينزل امتى لان زهقت عمال ادي في مواعيد، والناس متخيله ان انا يعني مدير شركه ناي مثلا. يا جماعه انا بقول يعني استنتاجات مش معلومات. السلبية بس الوحيدة في الأغاني دي إن هي كلها مقسومة، يعني تقريبا يعني على حسب إن أنا يعني عارف شوية معلومات عن عمرو، يعني ده أول ألبوم في تاريخه يعمل مقسوم بالحجم ده كله، بالشكل ده يعني بالكمية دي كلها، عامل أغاني مقسوم كتير قوي في الألبوم ده. لو اعتبرنا أنا غير مقسوم، بحبه مقسوم، يوم تلات قدام مرايتها، متغير، والجديدة دي سهران، ده الالبوم كله، ده مفيش غير اول يوم في البعد بس. ف وتحيرك مش مقسوم طبعا. ف خطوه جديده من عمرو، وعمرو يعني الاغنيه شكلها حلو، ما اعرفش كلمات مين، انا ما اعرفش، بس يعني يعني السكه بتروح لتامر حسين، لان تامر حسين عامل له قدام مرايتها وعامل يوم تلات، واضح كده انه كان في اغنيه لتامر حسين في التتر بتاع ارض النفاق. اول مره انا دايما على فكره دايما بستنتج من وانا عندي 15 سنه 14 سنه دي الحان مين ودي كلمات مين، يعني كنت دايما اسمع تيمه لحن معينه اقول دي الحان محمد رحيم، دي الحان عمرو مصطفى، اللي هي تت 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 اي حاجه سريعه هوب عمرو مصطفى. نفس الكلام ايمن بهجت قمر، القافيه او الكلام الجديد ده ما لا ده ايمن. اول اغنيه في حياتي كلها اتلخبط فيها هي الاغنيه التتر، مش فاكر اسمها ايه بصراحه، مش فاكر عشان ما ناخدش وقت البرنامج اللي في العربيه. تتر مسلسل، تتر البدايه بتاع مسلسل ارض النفاق ده، انا قلت 95% وكلمت اصحابي وكنت قاعد جنبيهم قلت لهم اي ما بجد امر دايما طريقته كده زي اهل كايرو زي مختلف، لقيت تامر حسين قلت يا خبر اسود، ده ايه ده، انا غلط. انا غلط. فده ان ده اللي بيدل ان تامر بيغار جلده، حد مجتهد جدا، شاطر قوي، شاطر، عارف بيختار كلام ايه، مواضيع مختلفة وقافية جديدة وكلام جريء. يمكن كان في بدايته كان حلو بس يعني لذيذ، انا صريح، انا ممكن ما اقولش من بداية، لا اجمل قصة حب كانت جميلة، بس لحن وتوزيع كان اقوى من الكلمات.
وياه حلوه يعني. كان في جمله ايه ده بقى لقيناه دي، لا في في حد في روح جديده، في حد جديد بيكتب اغاني. لكن الاغنيه دي حلوه. فتقريبا الاغنيه بتاعت سهران هي كلمات تامر حسين، والله اعلم. بس نتمنى نشوف حاجه من عمرو، مش هقول هاوس بس يعني يوم ثلاث لما اتعملت بالتوزيع اللي هو حاجه زي الهاوس ده كان روعه، حلو قوي. بس ما تنزلش رسمي يعني، تنزل كده ده حلو. ده انا مبسوط ان عمرو شغال، واتمنى اشوف له بوستر جديد. وعلى فكره لازم يظبط قصه شعره بقى، يعني كفايه بقى رونالدو. بجد انا يعني اللوك المفضل بالنسبه لي لعمرو دياب هو علم قلبي. علم قلبي لما نزل انا شفته اول مره في الجورنال، في الجورنال كان 2002 اول 2003 ايام حرب العراق، وشفته في الجورنال. فمش انا مش متخيل ده عمرو دياب ولا ده مركبين ولا شعره حد مختلف خالص. فده اللي كان عاجبني. فيا ريت يا ريت الموضوع ده يرجع، مش ان هو يربي شعره، يعمل حاجه جديده، يعمل حاجه مختلفه. صور بقى بلاك اند وايت، ابيض واسود بقى، على حاجات جرافيك، حاجات مش عارف نص وش ونص مش عارف جيتار، اي حاجه. بس بلاش الصور النمطيه. بس انا لسه لحد دلوقتي شايف عمرو دياب مش مجرد مطرب ولا اسطوره. اصل احنا عندنا في مصر بيلقبوا لقب الاسطوره ده في ايه؟ في المطرب ولا الممثل اللي هو البركه، اللي هو عمل تاريخ جامد جدا ومهما يعمل ما هو عامل تاريخ فخلاص بقى. لا انا عمرو انا بالنسبه لي لسه عنده وعنده وعنده. فعشان كده بقول اللوك والافكار، لازم افكار جديده، لازم افكار بوسترات. عندي 700,000 فكره بس الفكره كلها لازم يوصلوا له، فربنا يسهل اوصل يعني اروح فين. ف لازم افكار جديده، لازم اللبس يكون مش عارف، لازم حاجات تكون ضاربه يعني. عامل كده زي افكار واحد داخل يعني، مفيش كده يعني، زي افكار كليبات مصطفى قمر. مصطفى قمر كان بيعمل كليب، كنا بنستنى الكليب مش الالبوم مبدئيا يعني. فعمر عنده وانا حد متحمس جدا ان هو يعمل البوم تاني وتالت ورابع واغاني جديده ومزيكا مختلفه، ويروح يسافر مش عارف الهندوس يتعاون مع موزع مش عارف يعمل له مزيكا مختلفه ويركب الات جديده. انا عايز الاكتف ده، عايز ان الفكر يكون كده. والبوسترات لا ده حلو، لا مش عارف ايه، لا نركب اربع بوسترات في بعض كده. انا عشان بحب عمرو جدا، عشان الفيديو بتاع اول يوم في البعد انتشر بشكل غير طبيعي وانا ما كنتش اعرف يعني انا اي رأي بس لقيته انتشر. فللي بس يعني بيشكك في حب العمر، لا 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 ده انا اسف يعني، اي حد بيهاجمني عشان الفيديو اللي انا عامله ده ما بيحبش عمرو، ده بيحب اغاني عمرو، بيحب المود بتاع عمرو. لكن انا بحب عمرو شخصيا قبل ما اشوفه حتى. ف اتمنى 2020 كليب بقى حاجه يعني، ها ما اعرفش بقى تعمل ايه، نشوف حل اي حاجه، افكار جديده زي ما كان في افكار في الكلام. عمرو عامل افكار وكلام متنوع بشكل انا حقيقي عليه بصراحه ما عملوش بقاله كتير. كلام متنوع، مش اللي هو حبيبتي وبعشقك ويلا وجرحتيني واروح فاهم، لا لا عمرو عامل حاله جديده. المهم ده الفيديو خلص، 9 دقايق 10 دقايق كتير قوي، كتير برغي كتير، معلش عمرو دياب برضو بياخد من وقتنا كتير. ولو عجبك المحتوى، ولو لسه مكمل الفيديو للاخر يعني، لو عجبك المحتوى، لو عجبك رايي في اي حاجه بقولها، اعمل لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. لو على الفيسبوك يعني اعمل لايك، لو على الانستجرام اعمل فولو، لو في المطبخ اعمل شاي يعني براحتكم. بس لو عجبك المحتوى عايزين دعم والله.